احنا طبعا نشجع كل المترددين في اخذ التطعيم، هذه فايده طبعا للشخص نفسه وللبلد، ونوجه الجميع ونشجعهم في حضور واخذ التطعيم ان شاء الله، ولعل مثل ما يقولون هاي في خير وصلاح حق الجميع. حبيت انه اول شيء احسن من مناعتي الشخصيه، تزيد المناعه المجتمعيه، فباذن الله اننا نحصر المرض في اقرب وقت. والله اقول حق كل شخص مقيم او مواطن، تعال اخذ التطعيم ولا تتردد. اولا الدوله ما قصرت، وفرت التطعيم ببلاش، وبعدين مراكز التطعيم ما بتاخر فيها 4 إلى 5 دقائق وانت مخلص. فكل متردد اقول له تعال اخذ التطعيم.